أنا سعيدة بوجودي في هذا المركز المحترم، مركز راشد للمعاقين، وأنا في مجمل مقالاتي عن كما نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقون أو كده، دايما بسميهم الاستثنائيين، لأنهم استثنائيون بمدخلات أقل من مدخلات الإنسان الذي يطلق عليه سو كولد سوي، يعني يأتي ما لا يأتيه الإنسان العادي. فطاع حسين وهيلين كيلر وعظماء كثيرون كانوا لديهم بعض الإعاقات، لكنهم فعلوا ما لم يفعله البشر الكاملون أو الأسوياء. والحقيقة دولة الإمارات يعني لها في رائدة جدا في احترام أولئك الأحبة المعاقين، وانطلاقا من احترام دولة الإمارات للإنسان نفسه، لأن الشيخ زايد يعني قدر قيمة الإنسان واحترم الإنسان بصرف النظر عن عرقه وعقيدته ونوعه ذكر أو أنثى. المؤتمر كما تعلمون هو عن السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، وكيف أثر في الإنسان وتواصله مع الآخر، وهل هو عالم افتراضي بكامله ولا هو زود للتواصل ولا قل للتواصل. فأنا اتكلمت عن عبقرية الاختصار في تويتر، نحن نكتب 144 حرفا، وهذا رقم قليل جدا، يعني عدة كلمات لابد أن تعبري فيها عن فكرة كاملة. الاختصار أصعب كثيرا، القليل أصعب كثيرا من الكثير وضربت مثل ببرام لينكولن في خطبة سبيتش من الرئيس الأمريكي الشهير، يعني في إحدى خطبه قال للجمهور: اعذروني لا أجد الوقت للاختصار، اعذروني لم أجد وقت لأختصر خطبتي. فإذا الاختصار صعب جدا، نحن كتاب المقالات وكتاب الأعمدة الصحفية نعرف صعوبة الاختصار. أن تكتبي فكرة في عدد صفحات هذا سهل، ولكن أن تكتبيها في بوكس صغير فهذا في قمة الصعوبة. لهذا كانت عبقرية التواصل الاجتماعي عبر الاختصار وعبر كذا. وكلمت عن أقصر رسالة في التاريخ وأقصر رد عليها، بعتها فيكتور هوجو
الروائي الفرنسي الشهير بعدما كتب رواية البؤساء لميزرابل وسافر بقى يستجم وكده، فبعت للناشر البابلشر بتاعه عشان يسأله السؤال يعني، فبس بعت له الصفحة فاضية فيها علامة استفهام فقط، أقصر رسالة في التاريخ. ورد عليه الناشر بإكسكليميشن مارك أو علامة تعجب. السؤال كان أخبار التوزيع إيه؟ الكتاب بيتوزع إزاي؟ الرواية بتوزع إزاي؟ فهذا هو السؤال. ورد عليه البابلشر بعلامة التعجب يعني incredible، يعني رقم ضخم جدا جدا، كانت أقصر رسالة في التاريخ. دلوقتي بقى في سهولة في نقل المعلومة، في البحث عن المعلومة، ولكن هذه هي الميزة. ولكن أيضا السوشيال ميديا كما ساهمت في نشر المعرفة بسهولة، ساهمت أيضا في نشر الأكاذيب. هنا تتدخل العقلية النقدية. هل تمتلك أنت أيها المتصفح عقلية نقدية بحثية استقصائية لكي تبحث عن المعلومة موثقة، ولا بتستسهل وتصدق أي حاجة من غير ما بتسمع؟ إحنا العرب نفتقر قليلا إلى العقلية البحثية النقدية. أتمنى أنك أيها القارئ حينما تريد أن تبحث عن معلومة علمية اجتماعية أي حاجة، استوثق من المصدر وتأكد منها كي لا تكون ناقل، كي تكون ناقلة معرفة وليس ناقل أغاليط أو شائعات. مساء الخير، فرصة سعيدة ان انا كل يوم متواجد هني. اشكر مركز راشد على دائما البوادر والمبادرات الطيبة الجميلة. اثلج صدري اليوم الحقيقة، الحضور والمناقشات كلها تصب في الصالح العام، في صالح الاسرة، في صالح المجتمع، في صالح الانسانية بشكل عام. فانا سعيد جدا ومبتهج ومستانس، واتمنى ان شاء الله ان الدورات اللي من هالنوع تكثر كثير. فانا شاكر ومقدر ومثمن لهم. والحقيقة أنا بعد تعرفين هم هذه العنصر اللي إحنا دائما نتعاطف معهم، العنصر اللي إحنا دائما نبغى مثلا نشعرهم أنهم منا وفينا، وأن إحنا دائما نقدم لهم كل ما يحتاجونه. واليوم في مركز راشد وصلوا إلى مراحل متقدمة جدا، لدرجة أنهم خلوهم لا فرق بينهم، بل بالعكس هم يتفوقون أحيانا حتى على الإنسان الصاحي وكذي. فالشكر لمركز راشد الحقيقة على هذه البوادر الإنسانية الطيبة في مساعدة هذه الفئة من الناس، فإحنا فخورين بهم الحقيقة. معكم نور بازرباشي، فنانة تشكيلية. أنا رسمت لوحة الفيسبوك لأنه مؤتمر التشكيل الدولي كان على السوشيال ميديا، هي رسمت فيها الأف الكبيرة تبعت الفيسبوك المشهورة، والشخص جواتها بشكل برايفسي، مفكر حاله بشكل برايفسي أنه هو عم بيعبر عن اللي جواته، بس ما له خبر أنه الأخبار كلها عم تتقل بشكل سبيكر لبرا وعم تنفضح عن طريق كل العالم الموجودين. هو مفكر حاله جوات بيته على أساس أنه هو عم بيعمل شيء شخصي، يعني هي انه على الشغلات السلبيه الموجوده بالفيسبوك طرقت لها شوي باللوحه، هي كاريكاتير. لوحه ثانيه دبي، هالسنه ما شاء الله نزل مطر كتير بدبي، فحسيت انه بدي اعطيها هاي الافيه اللي هي بتكون باوروبا، اللي بتكون شوارع نديانه وفيها مي وفيها هيك، حطيت الشوارع الرومانسيه مع برج خليفه بطريقه ابستراكت، لان احنا كنا معهم على مدار 3 ايام واختلطنا فيه نوعا ما لما عملنا الوركشوب، وهن أشخاص يعني من ناقصين بالمرة، وهن مثلنا بالعكس، يعني في عندهم مواهب مثل عادة، ولازم يعني هن ما شاء الله مركز راشد مركزين عليها، وكل حدا منهم عنده موهبة، عم بركزوا له على شيء بالغناء، نسمعهم عم بيغنوا عم بيعزفوا عم بيرسموا، كانوا مركزين على كل شخص بشخصه كأنه لحاله بالمدرسة. هذه فعالية خيرية في مركز الشيخ راشد للمعوقين، تشرفت بتلبية الدعوة والحمد لله
جينا هنا وشفنا أشياء جميلة وأشياء إيجابية تتكلم عن السوشيال ميديا، عن مميزات وأضرار السوشيال ميديا، واستفدت كثير وشفت لوحات تشكيل الفنانين كبار عجبوني حتى يعني بدون مجاملة، يعني لوحات جميلة جدا، يعني كانت مناسبة جميلة من كل النواحي الحمد لله. أنا عصفورك اللي طار وحلك في السماء عارج، رفض يبقى تحت حكمك محاصر في قفص عاجي. أتمنى منهم توجيه الاهتمام الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة، نظرة الأمور بطريقة إيجابية، الدعم الكبير لهم، أنهم يعيشون حياة طبيعية بدون النظر إليهم أنهم ناس غير، وهذا شيء كبير عندنا.